إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا عندك ديون فقل يا الله، إذا عندك هموم فقل يا الله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، لا تسأل وليا ولا نبيا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله تبارك وتعالى. خلي علاقتك كلها مع ربك تبارك وتعالى، والله سوف يعطيك ربك أجرا عظيما. والله كثير الناس اليوم يا أخوان في غفلة، كثير الناس اليوم في غفلة، في ضلال، في ضلال، يحتاجون من أن يذكرهم أحدا بربهم، بخالقهم، برب البرية، برب البشرية، برب الناس أجمعين. ها هو الموت قادم، والله لا يغادر صغيرا ولا كبيرا، ولو نجا منه أحدا لنجا منه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك يا رب يا الله. إخواني، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول، يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من أعماله فهي الصلاة يا عباد الله، فإذا صلحت فقد أفلح ونجا، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والله فلا نجاة إلا في الصلاة، ولا بركة إلا في الصلاة، ولا سعادة إلا في الصلاة، فهي تؤدي إلى المحبوب وتوصل إلى المطلوب، وهو الرب المعبود والإله المعبود يا عباد الله. يا عباد الله، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: محمد صلى الله عليه وسلم تخرج روحه ويقول: الصلاة 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 الصلاة، فكيف لو علم النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأمة أضاعت الصلاة؟ أغلب الأمة أضاعت الصلاة وتركت الصلاة وضيعت الصلاة وخالت الصلاة. ماذا يقول؟ يقول: هؤلاء أمتي، أسألكم بربكم، يقول هؤلاء أمتي، ما يصلي إلا من جمعة للجمعة، أو إلا من رمضان لرمضان، أو إلا من عيد للعيد. ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بدك شفاعته يوم القيامة؟ ما بدك؟ ما بدك؟ ما بدك يكون جارك في الجنة صلى الله عليه وسلم؟ ما بدك تكون أنت جالسا بالبيت ويجي يطرق عليك الباب تقول: مين؟ يقول لك: محمد صلى الله عليه وسلم. تريد؟ طيب صل، صلي يا أخي الحبيب، صلي صلي. إيش عم تستنى؟ بتحب ربك؟ الموت؟ والله الموت جاي قادم. قال الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش يا عبدي؟ ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب: كلا كلا كلا، ما في خلص. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا الله يا الله، لما ينفخ في الصور ربنا تبارك وتعالى فلا أنساب بينهم. أنا ابن المختار، أنا ابن فلان، ابن فلان عيني، أنا أبوي عالم، أنا بنت النبي، أنا أبوي النبي. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يتساءلون. طيب من الفائزين؟ من الذين دخلوا الجنة بسلام؟
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يعني تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكالحون يا أخوان يقول العلماء اثنين بدأ يفوتوا لقدام واللحم لورا. وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون. بيقول الرب ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما